تخيل إن صلاة واحدة في المسجد اللي احنا فيه بتساوي صلاتك في 55 سنة ونص تقريبا. سبحان الله، ايه الثواب والفضل العظيم ده؟ الصلاة الواحدة ب100 ألف صلاة في المسجد الحرام. يوم واحد في مكة ممكن يغير موازينك يوم القيامة. ربنا يرزقنا بتكرار زيارة البيت الحرام ويرزقكم بعمرة قريبة بإذن الله. رحلتنا هنقضي فيها يوم كامل في المسجد الحرام، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا النهاردة. الصلاة خير من النوم. الصلاة صلينا الفجر في المسجد الحرام وبندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يمن علينا دايما بالصلاة في البيت العتيق. شكل المسجد الحرام بعد صلاة الفجر شيء مبهر، طوفان وتدفق كبير من البشر اللي سابوا بلادهم وجوم هنا وبيترجوا رحمة ربنا وبيترجوا غفران الذنوب. اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وجلالة وبرا. تخيلوا صلوات يوم واحد في المكان اللي احنا فيه بتعادل 277 سنة وتسعة أشهر. مسجد الحرام لميزة عن غيره من المساجد وهي مضاعفة أجر الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه. ربنا يرزقنا بالحياة في أطهر وأشرف مكان على وجه الأرض. احنا كده دخلنا المسجد الحرام ومع بداية شروق الشمس كان في صلاة الاستسقاء، وسمعين الشيخ السويس اللي بيقول الخطبة، وهي صلاة نافلة بيصليها المسلمين طلبا لنزول المطر. هي بتكون ركعتين زي صلاة العيد، بتكبر في الركعة الاولى 7 مرات وفي التانية 5 مرات، واحنا دلوقتي في الخطبة اللي بعد الصلاة. شايفين العدد الهائل من الناس اللي بيطوفوا حوالين الكعبة المشرفة وبيأدوا مناسك العمرة؟ ربنا يرزقكم جميعا يا رب. احنا قدام اول بيت وضع في الارض، وتاريخ بنى المسجد مرتبط بتاريخ بنى الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. ما هنا في المطاف العلوي اللي بصراحة حل مشكلة كبيرة في مسألة الزحام في صحن الكعبة زي ما شفنا، كمان حل مشكلة كبار السن، ربنا يحفظهم ويديهم طولة العمر يا رب، كمان حل مشكلة اللي بيطوفوا على كراسي متحركة، ربنا يشفيهم يا رب. طواف الدور العلوي طبعا بيكون أطول من تحت بشكل كبير، لأنك بتطوف على دايرة أوسع وممكن وانت بتطوف تستريح براحتك. طبعا هنا وعشان قرار ان محدش يقدر يدخل صحن الكعبة للرجال إلا اللي بيلبس ملابس الإحرام، فهنا بقى تقدر تطوف براحتك خلال زيارتك للمسجد الحرام. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة المشرفة، وأعانوا في البناء ابنه إسماعيل عشان تكون أول بيت وضع للمسلمين. كانوا بيقولوا هما بيبنوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سأل العبيد ويرزقه ويجيب دعوة من دعاه لحاجته.
احنا نزلنا كده تحت وبنشوف بقى ان اعداد الناس بدأت تقل نسبيا في ساحة المسجد الحرام. اللي رايح بقى على السكن عشان ينام شوية ويصحى قبل صلاة الظهر بفترة كافية عشان يجي مرة تانية ويصلي الظهر. لسه في ناس محرمين داخلين عشان يأدوا مناسك العمرة، وفي زي ما حضراتكم شايفين ناس بتدعي ربنا وناس بتقرأ قرآن وناس بتقول أذكار. موطن عظيم فعلا، مجمع للفضائل، وفيه بيتسابق الناس في فعل الخيرات. واحنا ماشيين كده شايفين بصراحة العمال اللي بينظفوا الحرم شيء خيالي ومبهر. يعني احنا عارفين ان اي مكان بينظف لما الناس تمشي منه ويبقى فاضي، لكن ازاي ده يحصل في المكان اللي احنا فيه وال24 ساعة في ال24 ساعة مليان؟ هي دي العبقرية. يعني ادارات وعدد هايل من العمال في عملية تنظيم وتنظيف الحرم، ربنا يكرمهم ويجازيهم كل خير يا رب. لو اتكلمنا بقى عن مكة المكرمة اللي احنا موجودين فيها، فليها منزلة كبيرة في الإسلام. مكة هي أشرف البقاع وأفضلها وخير البلاد وأكرمها، يعني ليها بتهفو القلوب وفيها بترتاح النفوس. مكة البلد الأمين اللي بيجي ليه الرزق من كل مكان، استجابة لدعوة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. ربنا اختار مكة لمولد النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها بدأ نزول القرآن الكريم، ومن هنا بدأت دعوة الخير والحق. زي ما حضراتكم شايفين احنا قدام المنظر الرائع واللي هتلاقوه معايا في كل الحلقات، حمام الحرم. سبحان الله فعلا، وانت واقف قدامه هتلاقي نفسك لوحدك كده بتقول سبحان الله. بيطلق على الحمام ده حمام روفان، وهو نهر من أنهار الجنة. كمان بيطلق عليه الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى. ما يجس أبدا تنفير حمام الحرم، وما يجس أبدا صيده ولا تكسير بيضه. وقتل الحمام ده بيستوجب فدية، وهي ذبح شاة. الحمام ده ليه قدرة إلهية على طهارة المكان المقدس، وفي روايات كتير عن أصله. رجعنا كده بعد مرور فترة ونزلنا على صحن الكعبة، وبنشوف العدد الهائل من الناس اللي بتعمل مناسك العمرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. موطن عظيم بتغفر فيه الذنوب، وعليك بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وشرط أساسي من شروط الطواف الطهارة زي الصلاة، ولكن بيجوز أنك تتكلم وانت بتطوف، ولكن بدون جدال أو هزار. لو قدرت تلبس الكعبة أو الحجر الأسود وانت بتطوف مفيش مشكلة، لكن بدون تزاحم أو أذى لنفسك أو لغيرك. بعد الطواف ده الطريق اللي بتاخده وانت رايح على المسعى للسعي بين الصفا والمروة، واللي بيرجع برضه لزمن سيدنا إبراهيم عليه السلام والسيدة هاجر زوجته، اللي كانت أول من سعى بين الصفا والمروة لما كانت بتدور على مية لابنها النبي إسماعيل. صفا جبل والمروة جبل، كانت بتصعد على جبل الصفا وبتنزل تروح لجبل المروة. قررت ده 7 مرات أو 7 أشواط لغاية ما لقت المية عند موضع زمزم. سعي بين الصفا والمروة في الإسلام من مناسك الحج والعمرة. احنا كده في المسعى العلوي للسعي بين الصفا والمروة. عايزين نقول ان المسافة بين الصفا والمروة حوالي 395 متر تقريبا. احنا كده موجودين في شارع ابراهيم الخليل، ورايحين نصلي صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وشايفين ازاي الناس خلاص قعدت هنا عشان تصلي الجمعة، وده من العدد الهائل اللي موجود ورايح في اتجاه الحرم. ربنا يزيد ويبارك يا رب. الشارع هنا بيتقفل قبل كل صلاة نص ساعة، ويمكن يوم الجمعة كمان بيتقفل قبلها بوقت أكبر، وبيبقى شكله زي ما حضراتكم شايفين كده. عدد هائل جدا من المصلين بيصلوا جوه شارع إبراهيم الخليل اللي بيؤدي مباشرة للحرم أو للمسجد الحرام زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. يمكن علماء الأمة اختلفوا في حكم الصلاة في الفنادق المحيطة بالحرم وفضلها الكبير اللي موجود في الحرم. في اللي قال إنها غير صحيحة بسبب انقطاع الصفوف زي الشيخ ابن عثيمين، لكن عدد كبير أفتوا بصحة الصلاة في الفنادق والساحات المحيطة بالحرم إذا تمكن المقتدي من مشاهدة الإمام اللي بيقتدي به أو اللي خلفه أو مشاهدة اللي خلفه من المصلين. يمكن العلم ده بيكون بسماع صوت الإمام أو إنك تشوف حركاته أو إنك تشوف حركات اللي وراه من المصلين.
واحنا طول ما احنا ماشيين موجود هنا على طول الشارع ميكروفونات كده متصله بالمسجد الحرام، بتسمع فيها الاذان وبتسمع فيها صوت الامام وبتسمع خطبه الجمعه بشكل مباشر وعالي وطبيعي. احنا لسه رايحين على المسجد الحرام والكعبه المشرفه واحنا سامعين مع بعض المؤذن لصلاه الجمعه في اليوم المبارك اللي بنعيشه مع بعض. حدود الحرم المكي في جهة بتوصل لمسجد السيدة عائشة في التنعيم على بعد حوالي 5 كيلومتر، وده في الشمال. في الغرب بقى عند حي الحديبية ناحية جدة بمسافة 18 كيلومتر، وفي الجنوب عند مشعر عرفة بمسافة حوالي 20 كيلومتر، وفي الشرق عند جغرانة والمسافة بتكون 14.5 كيلومتر. احنا تقريبا خلاص مش هنقدر نتقدم اكتر من كده، فهنصلي الجمعة هنا بإذن الله تعالى. خلاص صلينا الجمعة وبدأ العدد الهائل اللي حضراتكم شايفينه من البشر في الذهاب لاتجاهات مختلفة. ربنا يزيد ويبارك فيهم يا رب، وربنا يرزقكم ويوعدكم بزيارة البيت الحرام. المسجد الحرام تسمى كده لحرمة القتال فيه منذ دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة منتصرا. يمكن استنيت شوية بعد ما العدد قل ورجعت مرة تانية للكعبة. بصراحة وانت هناك قلبك هيتعلق بالكعبة تعلق رهيب، هتبقى عايز تقعد قدامها وما تنزلش عينيك من عليها، هتبقى بتستخسر النوم وعايز تقعد هنا في المسجد الحرام وقدام الكعبة وتدعي وتذكر ربنا وتقرأ قرآن. إلزم الحرم أكبر وقت ممكن، خلي نيتك إنك بتروح السكن أو الفندق عشان بس ترتاح شوية وتقدر تكمل طاعتك وعبادتك وقربك من ربنا. احنا هنا في المطاف العلوي في وقت تاني من النهار نشوف انه بيكون الطواف منه وفي اسهل من تحت لانه واسع وكبير، ومعظم الناس بتفضل الطواف في صحن الكعبة. زي ما حضراتكم شايفين النور الاخضر ده واللوحة الارشادية دي بتوضح ان هنا بداية الشوط ونهايته، ان هنا بيكون على شمالنا الحجر الاسود لبداية شوط من اشواط الطواف السبعة ضمن ركن اساسي من اركان العمرة. زي ما حضراتكم شايفين الناس هنا بترفع ايديها وبتشير للحجر الاسود وبتقول بسم الله الله اكبر، وبتبدا الطواف او شوط من اشواط الطواف بعد ما خلصوا جزء منه. مطاف واسع فعلا وبيسهل عملية الطواف لكبار السن أو الناس اللي بيطوفوا على كراسي متحركة، ربنا يشفيهم ويسهل ليهم الأمور يا رب. وصلنا كده للعصر وحنصلي العصر هنا في المطاف العلوي داخل المسجد الحرام. ومن صلاة العصر رجعنا للفندق ونزلنا مرة تانية واحنا رايحين نصلي المغرب، ورجعنا لشارع إبراهيم الخليل وشايفين العدد الكبير من الناس واللي ما قدروش يوصلوا للحرم وحيصلوا المغرب هنا في الشارع.
بعد المغرب بقى رحنا للحرم وطلعنا فوق سطح المسجد الحرام، وقدامنا توسعه الملك فهد اللي فيها الأبواب الشهيره اللي موجوده فوق سطح المسجد الحرام، وحنقعد ندعي ونذكر ربنا ونقرا قران لغايه صلاه العشاء. قدامنا زي ما حضراتكم شايفين بقى ابراج مكه وبرج الساعه الشهير، شكله مختلف، وطبعا احنا بقينا قريبين منه بشكل كبير لان احنا على ارتفاع كبير فوق سطح المسجد الحرام. اللهم زيد هذا البيت تعظيما وتشريفا وجلالة ومهابة. سطح المسجد الحرام تقريبا يمكن تم فتحه بكامل الطاقة الاستيعابية، وسطح المسجد الحرام بيكون حل ليك لو ما لقيتش مكان في المسجد او عند الكعبة او في الساحات اللي تحت، او لو حابب تصلي هنا مفيش اي مشكلة. طبعا السطح بيحل مشكلة كبيرة في اعداد المصلين في رمضان في صلاة التراويح وصلاة التهجد وفي كل الصلوات. لكن شكل الأبراج المحيطة بالمسجد الحرام بأنوارها جميلة جدا لما بتشوفها من هنا من فوق السطح ومن فوق المسجد الحرام، واللي بتطلعوا عن طريق سلالم متحركة كده موجودة في بعض الأبواب عشان تطلع وتصلي هنا فوق السطح. وانا نازل بقى حبيت مع بعض نشوف المشهد البديع ده لجموع الزائرين للبيت العتيق والمكة المكرمة وللمسجد الحرام بعد ما خلصت صلاة العشاء. نزلنا تحت في ساحة المسجد الحرام وقدامنا المسجد بأبوابه المختلفة والكتيرة جدا، واللي يمكن اشهرهم واحبهم عند كل اللي بيروح يعمل عمرة وبيزور المسجد، الباب اللي بيوصلك بأقرب طريق لصحن الكعبة وهو بوابة رقم 79 واسمه باب الملك فهد. في باب كمان من الأبواب الرئيسية باب واحد وهو باب الملك عبد العزيز، ده موجود في الساحة الغربية، وباب رقم 11 واسمه باب الصفا وده ناحية المسعى، وباب رقم 45 واسمه باب الفتح وده موجود في الساحة الشمالية، وباب رقم 62 هو باب العمرة وموجود برضه في الساحة الشمالية. وفي أبواب مهمة تانية، يمكن عدد أبواب المسجد الحرام ضخم جدا، يعني بيقال 176 باب وممكن يوصلوا ل 262 باب مع التوسعات الكتيرة اللي بتحصل في المسجد الحرام. كان مهم برضو قبل ما انهي الحلقة ان احنا نشوف بقى المولات التجارية المحيطة بالمسجد الحرام واحنا موجودين في ابراج مكة، وزي ما حضراتكم شايفين موجود على يميننا هو كارفور ماركت وعدد كبير من المحلات التجارية اللي مليانة بعدد ضخم من كل المنتجات هتلاقيها موجودة في المولات المحيطة بالمسجد الحرام في كل الفنادق اللي موجودة تقريبا زي أبراج مكة اللي احنا بنشوفها قدام حضراتكم. وحننزل مع بعض على السلم المتحرك اللي هنا، وقدامنا مباشرة المسجد الحرام وساحته، وموجود تقريبا في معظم الفنادق المحيطة بالحرم في الجزء اللي احنا فيه مولات تجارية بتخدم زوار الحرم والمسجد الحرام بشكل كبير، مليانة بعدد ضخم من المطاعم، واللي يمكن أشهرهم مطعم البيك الشهير في السعودية عموما. هتلاقوا كمان عدد تاني من المطاعم والخدمات الخاصة بالموبايلات، وهتلاقي في المولات دي بقى كل المنتجات اللي ممكن تتخيلها. يمكن انا بستعرض بالكاميرا هو يمكن محل نخبة العود، وجنبيه مباشرة هتلاقوا موجود دجاج كنتاكي، وزي ما بقول لكم هتلاقي فيه عدد كبير من الخدمات وعدد كبير من المنتجات موجودة جوه المولات دي، يعني روايح العود الشهيرة اللي شفناها، وحلات ذهب وصرافات لتحويل الفلوس، وعبايات وسبح وبخور وتمور وكل اللي ممكن تحتاجه. احنا كده بقينا جوه مول موجود في ابراج الصفوة المحيطة بالحرم من جوه، ونشوف الأقمشة والتحف والهدايا على كل لون وشكل، ساعات وسبح واكسسوارات وبرفانات وعبايات وملابس بأشكال مختلفة ولكل الأعمار، وما زلنا مع بعض بنشوف أجواء المول من الداخل. خرجنا بره وقدامنا برج الساعة أو وقف الملك عبد العزيز الحرمين الشريفين واللي فيه مول شهير برضه. ادي شكل المول من جوه، مول واسع جدا وفخم ومليان محلات وبراندات ومطاعم وخدمات كتير جدا. تصميم المول زي ما حضراتكم شايفين مميز فعلا، والمول واسع طبعا عشان يستوعب العدد الضخم اللي بيزوره يوميا وعلى مدار 24 ساعه. المولات هنا ما بتقفلش، الناس موجوده في الفجر والظهر والعصر والمغرب وبعد العشاء، يعني حاجه من المولات فعلا الكبيره جدا والضخمه جدا جوه مكه المكرمه. ما كانش ينفع انهي الحلقه الا ما نشوف الكعبه مره تانيه بالليل. زي ما حضراتكم بتشوفوا كده يعني اتجاهات مختلفه، ناس بتعمل عمره وناس راحت المولات وناس راحت تاكل وناس راحت الفندق عشان تنام شويه وتيجي تصلي الفجر.
يعني ربنا يوعدكم ويرزقكم بزيارة بيت الله الحرام والطواف حوالين الكعبة والشرب من مية زمزم والصلاة في المسجد الحرام والسعي بين الصفا والمروة. قولوا أمين. يعني أتمنى أن رحلتي النهاردة تكون عجبتكم واللي قضينا فيها يوم كامل مع بعض في المسجد الحرام. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، عشان مهم جدا اللايك للفيديو عشان بيفرق جدا في عملية انتشار الفيديو. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh!